الشغله الوحيده اللي انا بحبها ببيتنا انه نحن شعب اعطانا البكوي، ما عندنا فرمان ترك. المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية، ونعتبر أن المواصفات التي نأخذها بعين الاعتبار تنطبق عليه، هو الوزير سليمان فرنجي. أنا ماني جاي من جمعية مار منصور، أنا جاي من 8 أدار حبيبي. ما بطلع بالسر على سوريا، أنا بطلع بالعنان على السطح على سوريا، وأنا رح ضل أطلع، رح ضل شوف الرئيس الأسد. أنا إذا بدي أحكي بخطة اقتصادية بدي أعملها، أنا مش شغلتي أولاً، ثانياً مش صلاحيتي، ما عندي مشكلة أتعاون مع أي إنسان براغماتي. هلا بتقلي مين بحب؟ أنا بقول لك بحب فيصل كرامي، سعد الحريري أكيد. بحب رئيس مئاتي، تمام بك سلام. أنا ريمون رحمي كنت أطلع لعنده بالثمانينات وبالتسعينات صديقي الزلمة، لا بلش بالتسعة وثمانين صداقتي أنا وياه، وبعده صديقي لليوم. صار عنده طيارة خاصة، بقول له لا بنروح سفر أنا وياك إيكونومي. يربطنا شخص تركيس حلاس يلي هو صديق الطفولة، ويلي هو كان معي بالمدرسة، ويلي هو رفيقنا، ويلي هو شاب مؤسسة المردة. لما كانت وزير داخلية وزعت كتير رخص بينجو وأرقام سيارات مميزة، هيدا فساد أو خدمات؟ لا بده يتسمى فساد ولا بده يتسمى خدمات، أنا بقول ظرف. هيدا القاضي بيطار ما بيقول مختفي، بيقولوا مثلا 1000 طن منه، يطلع يقول لنا وين يسرب. مو رح يقول ليه بده يسرب؟ يا عم يطلع يقول ليه ما بيقول؟ طب بس سؤال، ليه ما بيقول؟ ليش تر؟ لأنه ما عنده شيء، لو عنده شيء أنا بتحدى. إنه تقربوا على حدا، أي واحد بخصنا بمنطقة أنت قوية فيها، ما في واحد بمناطقنا بخص المعارضة حيكون مرتاح، أو بخص الحراك المدني أو المثليين. انتبهوا يا شعبي. كفى.